أعزائي أصدقائي، حييكم حميد عقبي من باريس. أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة. أذهب وللمرة الثالثة بمداخلة صغيرة جدا حول المشهد الثقافي والأدبي الجزائري، وخصوصا ما بعد ضجيج رواية هوارية لإنعام بيوض. ربما أكون الناقد العربي الذي يعني يتدخل في هذا الشأن أو يعطي أكثر من مداخلة في هذا الموضوع. قد يقول بعض والله هذا موضوع أو شأن جزائري محض، فما دخلك يا حميد عقبي أن تدخل يعني بيضك في سلات الآخرين أو سلاتك لتجمع بيض الآخرين؟ لا، المسألة ليست المسألة أكبر من ذلك، وخصوصا إحنا الموجودين في فرنسا، لأن تربطنا بالمشهد الثقافي الجزائري علاقة كبيرة جدا، من حيث أن الكثير من الأدباء الجزائريين يعني بحكم كتابتهم أيضا في اللغة الفرنسية أو باللغة الفرنسية، فهناك أعمال أنت تقرأها لهم، كذلك تتواصل مع عدد من المبدعين، كذلك أنا عبر المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يعني تواصلت مع مبدعين جزائريين تقريبا أكثر من 50 أو 100 مبدع جزائري، كذلك أقمنا عشرات الندوات عن المشهد الثقافي الأدبي الجزائري، استضفنا كثير من المبدعين في نواحي المسرح، في السينما، في الأدب، في الشعر، أمسيات شعرية شاركنا الكثير من المبدعين، أمسيات قصصية، اشتغال على الرواية الجزائرية في أكثر من، فلذلك أنا لا أجد نفسي حقيقة غريب عن المشهد الثقافي الجزائري، أو أجدني أيضا لدي كتاب خاص عن المشهد الثقافي الجزائري، كان لقاءات مع أكثر من 31 أو 33 مبدع روائي وشاعر جزائري نشر في 2016. إذن بدي أذهب بس وأقول ماذا بعد هذا الضجيج؟ هل يعني طوينا هذه الصفحة؟ طبعا هون إحنا مع مشهدين أو مع أكثر من فريق، اللي هو الفريق الأول المدافع جدا عن إنعام بيوض، المدافع جدا عن قداسة لجنة التحكيم، المدافع جدا عن قداسة اللي هي جائزة آسيا جبار. هؤلاء يعني طبعا ربما إذا أخذنا نموذج من الأصدقاء المدافعين على رأسهم أستاذنا العزيز أستاذنا الروائي واسين الأعرج، إذا وجدنا أو إذا تتبعنا صفحة الأستاذ الدكتور واسين الأعرج سنجد أن في البداية يعني هو ذكر حقيقة أن هذه يعني رواية تستحق وأنها استحقاق عظيم وأنها كذا، ثم بعد ذلك يعني عندما سمع بعض النقد قال علينا أن نفرح، لماذا نحن شعب لا نستطيع أن نفرح؟ ثم عندما تعددت الانتقادات وذهبت الانتقادات لتنتقده هو شخصيا، يعني في قراء كثيرين جدا يعني انتقدوه شباب بشكل صريح وقالوا له يعني في بعض التعليقات وفي بعض هذه المعركة الفيسبوكية، ومعركة ضخمة جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل عشرات القنوات التلفزيونية والقنوات والصحف وكذا وكذا تغطي هذه المعركة الساخنة. فبعد ذلك في ناس انتقدوا وقالوا يا جماعة، عندما عرضت بعض الصفحات من رواية هوارية، أنا إلى الآن لم أقرأها ولم أستطع أن أحصل على نسخة سواء إلكترونية أو ورقية للأسف الشديد، سنلاحظ أنه عندما نطلع أو عندما نقرأ مثلا هذه الصفحات، يعني أنا كمتلقي عربي حتى أو كمتلقي قريب من المشهد الجزائري أحيانا أجد صعوبة كثيرة جدا في فهم حتى السياق أو في فهم حتى السرد، وخاصة عندما يكون باللهجة المحضة أو باللهجة الوهرانية أو باللهجة الجزائرية المحضة. فانتبه يعني يعني هذه الصفحات التي نشرت لا نستطيع أن نحكم على الرواية من خلال 10 أو 15 أو 20 صفحة نشرت، لأنها صفحات متوزعة، حتى أن فصل واحد لم ينشر مثلا سواء على أي صفحة، لم ينشر صفح يعني لم ينشر على أي صفحة، بحيث أنك تستطيع أنت كناقد أو أنت كرواية أو أنت كمتذوق أدبي أن ترى هذا الأسلوب، هل يعني هذا أو هل هذه الرواية أنت كمتلقي عربي أيضا فهمتها أو استطعت أن تلم ببعض جمالياتها أو استطعت تذوقها والتمتع بها؟ في بعض الناس يقول لك لا، هذه لجنة تحكيم يعني لا يمكن أو لا يجب أبدا يعني أن
تمس، وهذه جائزة لا يمكن أبدا أن تنتقد، والكلام الذي قيل أو الكلمات القبيحة بحسب بعض الناس. يعني طبعا إحنا يعني الرواية ليست قرآن وليست حديث وليست نصيحة وليست وعظ وليست حتى، الرواية جزء من الحياة، قد يكون فيها شخصية بذيئة، قد يكون فيها كلام بايخ، قد يكون فيها قد يكون فيها قد يكون فيها. أنا من الناس أنا من الناس التي لا أستحرم، وربما أتلذذ جدا بالمشهد الجنسي في كل أعمالي تقريبا، سواء مسرح سواء سينما سواء رواية. يعني لا أستحرم أو لا أجد أن هناك حرمة في أنك أن هناك شخصية بذيئة تتحدث وتتحدث عن الجنس أو تمارس الجنس أو عاهرة أو كذا. يعني هذا جزء من الحياة، أو هذا يعني ما فيش حاجة اسمها أدب فاضل وأدب غير فاضل، أدب فاضح وأدب غير فاضح. لا، الرواية تجمع عدد من الشخصيات. يعني احنا عندما نعود الى روايات نجيب محفوظ، احسان عبد القدوس، كل الروائيين العرب المشهورين، يوسف ادريس، الى سنجد ان ثمة حوارات، ان ثمة شخصيات، ان ثمة يعني اوكار دعارة، او يعني اشياء كثيرة جدا لا يمكن في ادبنا العربي، في الادب العالمي، في الادب الانساني. اذهبوا اقرأوا الف ليلة وليلة، فيها الكثير من المواقف الجنسية، فيها الكثير من الكلام الجنسي في وصف الجسد الانثوي، في حتى الأكت السكسوالي اللي هو الفعل الجنسي موجود أحيان، تفاصيل دقيقة جدا. احنا كنا شباب وكنا نستمتع بهذه مثلا بألف ليلة وليلة وببعض الكذا نستمتع بها. يعني عندي كان مرة نشرت، يعني أحد الأصدقاء كتب لي وقال لي والله يا حميد أنا قرأت إحدى مجموعاتك القصصية، وأنا ذات مرة مارست العادة السرية على إحدى الشخصيات، فيعني شو فيها، يعني مو ذنبي أنا. يعني إذا كان أنت استهوتك هذه القصة وهي قصة قصيرة أو كذا، ودفعتك إلى استحضار، دفعتك إلى التخيل، دفعتك إلى ممارسة العادة السرية مثلا، يعني ده شيء مش لا يسيء إلي. يعني أنا فتحت باب تخيل، بعض الناس استقبلوه بكذا وبعض الناس استقبلوه بطريقة أخرى. فالكاتب ليس يعني الكاتب يفتح باب التخيل، لكن يعني خلونا نعود إلى هذا الموضوع أو هذا الموضوع الشائك. يعني لماذا نحن إذا في المشهد الأدبي والثقافي العربي؟ طبعا كلنا نعرف أن الجوائز الأدبية أو الجوائز الثقافية أو التكريمات أو تعيين السفراء، تعيين الملحقين الثقافيين، تعيين مدراء المراكز المسؤولين عن المؤسسات الثقافية لا يبنى طبعا على الكفاءة، لا يبنى على الجودة، لا يبنى على يعني أنك أنت مع مثلا واحد ملحق ثقافي في سفارة معينة، واحد سفير لليونسكو، لا يعني ذلك أنه شخص مبدع وأنه شخص أنيق، وأنه قد تكون هذه الاختيارات لأشياء عديدة جدا، أحيانا قبلية وأحيانا هذا قريب رئيس الوزراء وهذا قريب كاتب رئيس الوزراء وهذا قريب تاجر فلان فلاني فيعطى له هذا المنصب. كذلك في الأعمال الروائية العربية سواء الجوائز، ما في جائزة، يعني لا تقدر أن تقول أن الجائزة صحيحة 100% أعطيت لشخص 100% لأنه يستحقها. تكريمات، أوصاف، ألقاب كثيرة ألقيت على بعض الأشخاص أو حظي بها بعض الأشخاص، جوائز العويس البابطين، مش عارف مين، يعني كل هذه الأشياء طبعا يعني في حسابات معينة بالنسبة للجائزة، ليست هي يعني علينا أن نعترف حقيقة، علينا أن نعترف سواء في الجزائر سواء في العالم العربي، لا يعني الجائزة ليست ذلك، يعني ليس العامل الأول والأخير هو جودة العمل ومصداقية العمل وأناقة العمل عبقرية العمل، هذا تأتي في المرتبة الثانية وربما تأتي في المرتبة الثالثة، ولكن أحيانا يعني هناك اعتبارات أخرى. فلا يمكن يعني أن ننزه مثلا يعني ما يعني لا جائزة آسيا ولا جائزة البوكر ولا جائزة كثارة عن كل هذه السلبيات، سلبيات متأصلة في عالمنا العربي وربما في العالم أيضا، يعني في أشياء أخرى أحيانا تلعب عناصر مهمة أو عناصر أخرى لفوز فلان أو علان. إنعام بيوت
قبل هذه الجائزة احنا لم نسمع بها، او ربما رغم انها هي كاتبة، رغم انها شاعرة لها رواية سابقة، لكن هذه الرواية ربما لم تجد القراءة، لم تجد حتى القراءة النقدية، ليست بتلك مثلا المسار او بتلك الروائية العبقرية، وليست مثلا بذلك يعني بحسب، لانك ابحث عن انعام بيوض مثلا، الدراسات عن انعام بيوض، المقالات عن انعام بيوض، ما كانت يعني ليست ذلك الشخصية الحاضرة القوية الفاعلة في العمل والقلم الروائي، يعني ما الجائزة لها اعتبارات أخرى أحيانا. فما احنا ما نستطيع أن نقول لا والله جائزة وهذه لجنة تحكيم مقدسة وهؤلاء أشخاص مقدسين وهذا رئيس لجنة مقدس، مهما يكون رئيس اللجنة، مهما يكون رئيس الجائزة، مهما يكون عضو كذا كذا، ثمة اعتبارات خفية احنا كلنا نعرفها، ثمة توصيات، ثمة إشارات، ثمة حتى أحيانا تصل إلى مستوى الأوامر، لا فوز فلان فلان حتى قبل إعلان الجائزة، حتى قبل إعلان فتح القبول في عدد من الجوائز يكون معروف بالضبط من سيفوز. فلا يعني لا نستطيع أن ننزه أو نقول والله مشهدنا الثقافي موضوعي ومشهدنا الثقافي شريف ومشهدنا الثقافي يعني كريم ومشهدنا الثقافي منزه، جوائزنا الثقافية يعني منزهة، لا توجد أي جائزة منزهة، لا توجد أي جائزة نظيفة جدا 100%، يعني كل جائزة إلها اعتبارات وإلها مسارات وهناك توصيات وهناك كذا كذا. أحيانا وجودك في لجنة التحكيم أو رئيس لجنة التحكيم هو اختبار لمصداقيتك وهو كذا، أنت أحيانا تعتبرها مجرد وظيفة، أنت بتأخذ عليها كم ألف دولار وانتهى الموضوع، لكنك أنت أيضا لست حرا ولست مطلقا، ولا يستطيع أي شخص سواء في الجزائر أو في البوكر أو في كتارا أو في أي جائزة قادمة أو ماضية يستطيع أن يقول والله أنا مصدر أو نحن أحرار جدا أعضاء لجنة التحكيم، لم يقل لنا أي شخص في أو لم يعطنا توصية، لم يعطنا إشارة، لم يعطنا. أنت الشخص اللي يدفع لك أساسا يعني هو ممكن يعطيك إشارات معينة في فوز فلان أو علان، الفريق المضاد صراحة يعني مو يعني اللي هو يقول لك لا هذه جائزة أو هذه يعني رذيلة وهذه، هذا كلام فارق جدا. يعني ما الأدب ممكن أن يكون فيها كل شيء، الرواية ممكن أن تكون فيها كل شيء، التاريخ فيه يعني مصائب أحداث ويعني موت سلاطين وموت ملوك بسبب يعني بسبب جواري أو بسبب عاهرات أو على أيادي كذا كذا، سواء التاريخ القديم أو الحديث، يعني دائما تلعب فيها العهر أو العهر لعبة كثيرا خاصة في تاريخنا العربي. لا يمكن أبدا إحنا مثلا في حياتنا أو في تاريخنا العربي أن ننزه مثلا والله سلاطيننا أو حكوماتنا أو دولنا أو كذا. يعني ذهبوا إلى فيلم كشف المستور يا جماعة، شون كانت الحياة موجودة مثلا، وكيف كان ممكن يعني مثل ما كان هناك مناضلين على في الخنادق وفي الجو وفي الطيران وفي المدافع وفي الحدود وكذا كذا، كان هناك مناضلات يعني مثلا كسبيل، يعني كان هناك مناضلات على الأسرة يناضلون، يعني فيلم كشف المستور نموذجا يعني الحالة الموجودة في مصر وفي عهد ما بعد الثورة وليس ما قبل الثورة. فليست المسألة يعني ما توجد يعني بمعنى يعني هذه حياتنا وهذه كذا، فالمشكلة هو هذا. إذن كيف نتعدى هذا المشهد، كيف نتعدى هذا الضجيج؟ يعني إنعام بيوض يعني أخيرا بعد كثرة المنشورات أحدهم والله صديق وناقد وقال يا جماعة هذه رواية مثلها مثل أي رواية، فهي ليست فلتة زمانية وليست فلتة عبقرية، وربما كتبتها الكاتبة على عجل، بمعنى أنها لم تكن تلك الرواية بمعنى بحسب بعض النقاد لم تكن تلك اللي هي العبقرية الضخمة أو العبقرية الإبداعية التي لا يمكن أبدا أو التي يعني المساس بها يعد مساس مثلا بالإبداع. انتقاد فلان، انتقاد جائزة، انتقاد علان، انتقاد واسين الأعراج المدافعين، انتقاد كذا، ولكن بعد ذلك ماذا يعني كشفت؟ أعتقد أنه يعني هذا المشهد أو هذا الضجيج الضخم جدا أيضا
كشف أن هناك ثمة هواة وليس هو واحدة ما بين المشهد الثقافي المتلقي العادي في أيضا في المشهد النقدي، يعني لا المشهد النقدي مساراته متعددة، أشياء كثيرة جدا يعني كشفت هذه القضية. فلربما الآن إحنا على كيف نستفيد من هذا الضجيج، كيف نستفيد يعني هذا الضجيج أيضا ظاهرة صحية ربما ننظر إليها، لماذا لا، لماذا نغلق الألسنة أو يجب أن نقطع الألسنة الناس الذين لم يحبوا هذه الرواية، سواء لهذه الألفاظ، سواء البعض قال أنه كان أسلوبا بسيطا وكان عاديا وكان كذا كذا، يعني إنعام بيوض لم تكن موجودة على المشهد الثقافي أو المشهد الأدبي أو الروائي الجزائري، بحيث أنه يعني مثلا كانت يعني هي روائية وهذه رواية الثانية، وربما حتى بعض النقد قد يعيد إليها أو يجعلها أو يدفعها إلى عمل رواية ثالثة تكون ربما الأفضل حتى من هذه الرواية، لماذا لا؟ كلنا نكتب وتأتي انتقادات وتأتي ملاحظات كثيرة بعد النشر، أنت تقول بكل صراحة يعني كان هذا وجهة نظري أو هذا يعني إمكانياتي، ولكن أنا أتعلم ممكن في المرة القادمة أكتب رواية أفضل، ما أقدر المرة القادمة اللي بعدها. فلا ينتهي طبعا الكاتب، لا ينتهي، أو بمعنى إن الكاتب حصل على جائزة، حصل على كذا، صح يجب أن نفرح، بعض الناس يقول لك خلص يعني أي رواية أي مسابقة عندما تعلن الجوائز علينا أن نفرح ونصفق وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع خلص، نشوف الحلقة اللي بعدها، المسابقة العام القادم من الذي سيفوز ونصفق له ونفرح ونضحك ونبارك له وانتهى الموضوع. النقاش جيد ووجود عدة رؤى جيدة، وما في ناس، أنا لا أعتقد أن هناك يعني مسائل إنكشاريين ولا دواعش ولا كذا، المشهد الثقافي بالعكس، المشهد الثقافي الجزائري يصحح نفسه بنفسه، يناقش نفسه بنفسه، يجادل القارئ، يجادل النقاد، يتجادلون ما بينهم. يمكن أن ننقد جائزة آسيا، ممكن أن ننقد جائزة كتارا، جائزة البوكر، أي جائزة قادمة أو جائزة سابقة، أعضاء لجنة التحكيم مهما يكونون كما قلت، يعني أحيانا قد يتعرض الشخص ولا نستطيع أبدا أن نعرف ماذا حدث في الكواليس وماذا حدث في الأروقة وماذا حدث في النقاشات. إذن كيف نتجاوز هذه الصرعة، كيف نتجاوز هذه الأزمة، ربما أن نتجاوزها بشيء من الانفتاح، كل منا ينفتح على الآخر، يسمع للآخر، يا جماعة يعني شنو، فهموا الناس إنه يعني هذه الرواية مثلا الناس الذين بالغوا 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 جدا في البداية، قولوا والله هاي رواية وهاي رؤية أعضاء مجلس أو اللجنة التحكيم، يعني رأوا يعني اجتهاد إنساني، هم ليسوا هم العباقرة العظام، وليسوا هم ما يوجد شخص يعني عبقري عظيم وكذا وليس كلامهم كذا، اجتهدوا، وربما أيضا هذه الجائزة تصحح ذاتها، تبتكر عناصر أخرى، تبتكر مسارات أخرى، يعني تعيد تجديد نفسها، تبحث هذه السلبيات الموجودة فيها. في مسألة اختيار لجنة التحكيم، بعض الأصدقاء كتبوا والله أعضاء لجنة التحكيم يعني أحدهم غير أساسا هو غير مختص بالأدب، موجود في الاقتصاد، من أعضاء لجنة التحكيم واحد كاتب حتى قدم قبل سنتين لهذه الجائزة ولم يفوز، يعني ليست ذلك، يعني ما احنا ماش عندنا احنا يعني بمعنى انه الله غالب، يعني هيك في ناس اجتهدوا في تعيين لجنة التحكيم وانتهى الموضوع، وهؤلاء أعضاء لجنة التحكيم اجتهدوا في هذه النتيجة، والله غالب يعني شو تسوي، حتى لو كان لهم أخطاء أو لا يمكن نحن أن نقول لهم أخطاء أو ليس لهم أخطاء أو لا يمكن أن نجزهم ونقول لا ليس لهم أخطاء، هم ناس يعني فوق القداسة وفوق النقد. إذن ربما هذا ما حدث من ضجيج هو
لماذا لا نستفيد منه بشكل جيد، بشكل ان احنا عرفنا ايضا يعني عرفنا ايضا ان هناك يعني نوع من الخلل الموجود في مشهدنا الثقافي والادبي في التلقي. كيف نستطيع ان نصلح هذا الامر؟ كيف نبحث عن وسائل لتطوير اسلوب التلقي؟ يعني سواء ما يخص الجزائر لا يخص فقط الجزائر، رواية جزائرية حتى تحكي عن العشرية السوداء أو تحكي عن المقاومة للمحتل الفرنسي، هي ليست فقط لا تهم القارئ الجزائري أو القارئ الوهراني فقط، هي تهمنا إحنا كعرب أيضا، لأننا نحن نتعلم، إحنا نتأثر جدا بهذا التاريخ البديع والأنيق، نتأثر جدا وإحنا نحب يعني الجزائر، يعني بلد محبوب وليس يعني بلد منفي، يعني فيه كثير من الأناقة وفي أشياء كثيرة تعلمنا جدا المقاومة للمحتل الفرنسي، يعني علمت الإنسانية. وأنا تحدثت يعني في كل قرية توجد قصة ورواية، في كل بيت يعني في كل شهيد هو مشروع رواية من مليون شهيد. يعني أنتم عندكم أيضا الجزائريين تاريخ، عندكم أحداث، عندكم أشياء كثيرة جدا يعني، وعندما تكتبون لا تكتبونها فقط باللهجة، هاي اللهجة وهرانية، هاي لهجة الجنوب، هاي كذا كذا، اكتبوها أيضا بشيء مفهوم. إحنا بدنا أيضا نفهم نحن كعرب يعني محبين لكم وكذا. أختم معكم هذا الحديث، وإن شاء الله إذا أحببتم يكون لنا يعني لقاء خاص وندوة خاصة عن المشهد الثقافي الجزائري، ونرحب إذا كان أحد الأصدقاء اقترح ندوة عن رواية هوارية، وإذا كانت الرواية بدها تحضر أو كذا. طبعا الآن مع الضجيج الإعلامي والقنوات الكبيرة يعني ربما أنت بترسل لهذه الكاتبة أو كذا، النقاد مشغولين بالتصريحات الصحفية ومشغولين بالظهور على الفضائيات وكذا، فالمسألة ربما تحتاج إلى وقت، بعد ذلك يمكن أن نعود إلى هذه الرواية بالتحليل مع مجموعة من النقاد، ربما تذهب هذه أيضا الضجيج ويذهب هذا الضجيج وتنسى الرواية وتنسى الروائية وينسى الجائزة، تنسى الجائزة. يعني من هل الجزائريين كلهم أو هل الأدباء كلهم في الجزائر يعرفون هذه الجائزة أو هذه الرواية؟ يعني وبمعنى انه يجب ان نصحح من ذاتنا، يجب ان نكون ايضا يعني انيقين سواء في النقد سواء في المعارضة، سواء شيء لم يعجبك ايضا يجب ان نحترم هذا الجهد الانساني، هذا جهد انساني، يعني سواء الكاتبة عملت جهد انساني وعملت جهد فني، اصابت اخطأت، اعجب البعض ولم يعجب البعض، لجنة التحكيم ايضا عملوا جهد، يعني لا نستطيع لا نحن ننزههم ونقدسهم ولا نستطيع أن نقول أنهم يعني مدنسين وأنهم عملاء وكذا وكذا. تحياتي وتقديري، كنت معكم حميد عقبي، نلتقي في لقاءات قادمة. حميد عقبي، تشاو تشاو.